السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا بدأ التخطيط للمشروع، مشروع المحبة والعطاء. معكم مدير المشروع سعد خالد العثمان، الصف الثالث، فريق المحبة. هنا ورشة العمل. هنا نجهز أكلات خفيفة للمحتاجين، خاصة لأن في كل كبد وربة أجر. الحين خلصنا، الحمد لله خلصنا المشروع، حطينا ساندوتش وفي صينية، حطيناهم لبن وحطيناهم موز وحطيناهم كريمة. الحمد لله ماما أشرفت على الأكل، وشذن أختي ساعدتنا، وبابا المستثمر هو اللي بيعطي العمال الأكل، وأنا المدير. شعوري بالسعادة، أشعر بالسعادة أن الناس يفرحون بالأكل اللي عندهم. شكراً يا ماهر، عطيتوني فرصة أخذ أجر، وعطيتوني فرصة أنتم تأخذون أجر. يزرع أخلاق فريدة من قيم الدين الحميدة، هي مفهوم العقيدة والبشرى طول السنين. ما شاء الله، يعطيك العافية يا سعد، ما شاء الله تبارك الله، مشروع خيري تطوعي وفكرة إبداعية ما شاء الله منك، يعطيك العافية. أول حاجة سعد، كيف حالك؟ فكرة مين هذه سعد؟ فكرتك أنت ما شاء الله؟ طب مين ساعدك من أهلك؟ أمي وأبوي وأختي حتى. ما شاء الله، حلو، برافو. طيب وزعت سعد في أمان؟ فين وزعت؟ فين رحت وزعت؟ رحت وزعت في محطة البنزين. أيوة. وبعدين رحت لمحطة بنزين ثانية. حلو. وبعدين رحت البيت خوالي، وبعدين يوم رحت البيت خوالي عطيتهم. هناك كان في يبنون بيت. أيوة. كان في عمال، ورحت أنا وجدي. أيوة. ورحنا وعطيناهم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. تحية تحية ثانية لسعد، شكرا لك يا سعد. صراحة مشروع، أنا بالنسبة لي أقول يعطيك العافية، وأنا أقول تعليق وتعليق ناخذ من المشرفين بعد كذا. المشروع مشروع جميل، مشروع خيري تطوعي، يعني في رسالة جميلة جدا جدا، إنه أصلا سبحان الله. طبعا الدين عندنا، الدين ايش هو؟ الدين المعاملة، يعني ما اجمل هذه المعاملة وهذا الاحسان. هذا الاحسان اللي قاعد يسويه سعد، شوف احسن للاخرين راح احسن للعمال والناس اللي الضعفاء، صح ولا لا؟ رحت وزعت لهم فكرة ابداعية وشيء بسيط من البيت. اعطيكم فكرة ثانية كمان برضو سعد ممكن يضيفها، زي اللي كان اللي هو الاكل الزايد، الاكل النظيف الزايد، في ناس يغلفونه، ممكن نستفيد من الفكره هذه، صح ولا لا؟ بدل ما نرمي الاكل هذا الزايد، نسوي نفس الفكره ندمجها مع فكره مين؟ مع فكره سعد. فشكرا لك، واقوى تحيه لسعد، يعطيك العافيه. نسمع التحيه. والجميل انه شارك ابوه معاه، وامه واخته، كل العائله شاركوا معاه، حتى خوالي وجدي بعد. ما شاء الله، حتى جدي شارك معاه في التوزيع، فيعطيه العافيه وهو يكتب اجره، والله يطول بعمارهم يا رب، خير وصحة وسلامة والدينك وهل كلهم يا رب. قول أمين. تعليقك أستاذ حكيم. والله الصراحة الفكرة جميلة ورائعة وإبداعية، الأجمل الإحسان في تقديمها، يعني كانت مرتبة. حب لنفسك ما تحب، يعني حب لغيرك ما تحب لنفسك. يا سلام، تحب الشيء مرتب جميل، قدم إلى الله أجمل ما عندك، يعني ما شاء الله. أبدع حتى في الشكل. ابدع في الشكل، في الترتيب، ترتيبه يا سلام. فهذه الحركه الابداعيه، الترتيب. يوم جيت اوزع كنت افضل بعد، بس ما شفت الفيديو. يا سلام. طيب هو كان في ملاحظه حكيم، انه موضوع انه ما صور لنا اللقطات، لكن انا اتوقع، بجيب لك عذر، اتوقع يعطي العافيه، انه بالعكس انه هو شيء بينك وبين ربك انت. صح. وزعت بس ما ودك تصورهم، هم افضل، صح؟ صح، عشان ما يحسوا انهم في مكان ضعف. وانا من الناس، طبعا هذا رايي انا شخصي عبد الوهاب. جميل جدا انك ما تصور كل شيء، اعمالك الخيريه تصورها كثير، فبس هو اعطانا المشروع ده، حلو جميل جدا انه بينا المشروع كامل وما اعطانا لقطه وقت التوزيع، يعني نفس الشخص ما جيت نفس الشكل، شكل الشخص اللي قاعد تعطيه، ممكن تصور وانت قاعد توزع، لكن ما تجيب نفس الاشخاص اللي قاعدين ياخذون منك، صح كذا؟ برافو عليك، يعطيك العافيه سعد، شكرا لك، استريح مكانك، نسمع له التحيه، شكرا لسعد. استاهل تحيه.